بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. سامسونج تكشف عن معلومات صادمة حول الإصدارات الصينية من هواتف الجالكسي الاس 24 والاس 24 بلس والاس 24 الترا. بايدو هي المسؤولة عن تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في هواتف الجالكسي الاس 24 في الصين. قبل عقد من الزمن كانت شركة سامسونج تسيطر كليا على السوق الصيني، ولكن هذا تغير مع مرور السنوات بحيث انخفضت حصتها السوقية هناك لتصل إلى 2% فقط بحلول نهاية العام 2023. ومع ذلك هذا لا يعني أن شركة سامسونج استسلمت ورفعت الراية البيضاء هناك. فقد أوضح لنا رئيس قسم الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج السيد تيم رو في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الشركة تسعى لاستعادة حصتها السوقية المفقودة، بحيث صرح بالقول إننا نبذل جهودا للوصول إلى المستهلكين الصينيين بمنتجات تناسب السوق الصيني من خلال تحسين البرمجيات وجعلها ملائمة للسوق الصيني، وأعتقد أن النتائج تظهر شيئا فشيئا. هنا أصدقائي، في السوق الصيني جوجل ليست المشرفة على ميزات الذكاء الاصطناعي في هواتف سامسونج الجديدة بالصين، وكما اتضح فهذه البرمجيات الملائمة تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تم تصميمها لترجمة المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي وترجمة الرسائل وتلخيص الملاحظات، فضلا عن العديد من المهام الأخرى. وكما تعلمون جميعا على الأرجح، فكافة هذه الميزات الجديدة تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي جيميني برو التابع لشركة جوجل لتعمل، ولكن في الصين سيتم تشغيل هذه الميزة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي إيرني التابع لشركة بايدو. وبطبيعة الحال يتم شحن هواتف الأندرويد في الصين عادة بدون خدمات جوجل، ولكن سامسونج تولي الكثير من الاهتمام للذكاء الاصطناعي في هذا الجيل من هواتفها الذكية الرائدة، مما يجعل هذا التحول بمثابة مفاجأة بعض الشيء. يمكننا القول بأن الميزات ستظل هي نفسها من حيث الوظائف، وستعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها في بقية أنحاء العالم. فالمستخدمين في الصين لا يزال بإمكانهم أيضا وضع دائرة حول شيء ما للبحث عنه على الويب، وهي الميزة التي كانت شركة جوجل فخورة جدا بها. إليك البيان المقدم من سامسونج والذي نشره يعني من قبل وكالة الأنباء CNBC. يمكن لسامسونج نوت أسيستنت، والذي يتميز الآن بقدرات إيرني على الفهم والتوليد، ترجمة المحتوى وكذلك تلخيص المحتوى الطويل إلى تنسيقات واضحة ومنظمة بذكاء بنقرة زر واحدة، مما يؤدي إلى تبسيط المعلومات من النصوص الطويلة. ما رأيكم في هذه المعلومات حول سلسلة الجالكسي الاس 24؟ هل كانت صادمة بالنسبة لكم؟ شاركونا أراءكم في قسم التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.